السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده اول يوم العيد، ففي فتره كده بتتعمل يوم العيد بتحط فيها الكحك والبسكويت والترمس والفول. طبعا عملت الترمس والفول ونزلتهم لكم، فنيجي بقى نرص الفتره مع بعض. دي الفروطه، اسمها فروطه اللي هي دي كانت جنب العبير بعتها لي، اللي هي دي تمام. وهحط برده حاجات في دي كان جلي بتاع عفاف صبر اللي هو فلوري كان بعتها لي. حسنا انا افتحي لك. اول حاجه احنا هنرص هنا الكحك، بسم الله. نرص من تحت، نبدا نحط المعمول كده على جنب تحت. ها كفايه دول، نحط جنبهم كام كحكايه. ها طبعا عندي السكر، بسم الله. انا بحب دايما اسكر الكحك وهو ساعات ما نيجي ناكله على طول علشان يبقى شكله حلو كده. حطي كحكايتين كمان. كفايه كده. احط بقى جنبيهم ايه؟ بسم الله، كحك الملبن هنا الناحيه دي. احنا يا جماعه بنحب الكحك مبطط قوي كده عشان ما يبقاش تخين، يبقى رقيق كده حلو. ادي كده كام كحكايه بالملبن، نحط برده كام واحده بالعجوه كده. بسم الله. هنا رصيد البيتيفور والسابلي لان البسكوت اللي عندي خلص وقريبه خلص من قبل العيد. بس كده ده رصنا الفروت اهي. ممكن بقى تحطوا فيها بتيفور سابلي غريبه، اي حاجه انتوا تحبوها. هنا بقى نحط المكسرات او لب سوداني ترمس المتاح عندنا وعند العربيات الحلوه دي برده. بصوا دول كانوا جايين لي برده هديه وقلتهم لكم قبل كده، حلوين قوي. دول رصيفون بسكويت. بس هو بقى والحاجات دي كلها برده جايه لنا هديه من عند شركه الرعب اللي في الفجاله. عربية السوبر ماركت دي حلوة قوي. نحط كده حبة مشكلين اهو اهو، وهحط في التانية نوع مختلف تاني اهي. بصوا ده نوع برضه تاني اهو، برضه من عند الروضة. طبعا دي عشان الضيافه، عشان لو ضيف جالك حد جالك ممكن تحطوا كوفرتينا، الحاجات اللي انتوا تحبوها كلها. ايه بصوا حلوه ازاي، شكلها لطيف بصراحه. واحده كمان اهو، شوفوا العربيه كده شكلها مليان، شكلها لطيف. تبقى دي كده، دي انا هعبي فيها، احط فيها بونبون. بقسم دولك بس بسم الله، دول مشكلين تمام. عشان نحط فيها التوفي ده عشان هو عندي كتير، فدي يبقى الطف عشان خاطر دي اصلا مش باين فيها المكسرات عشان من تحت فيها الطبقة دي فمش باين فيها، اللي هو التوفي ده. خليها كده، احط فيها مكسرات كده، خلي مكسرات وكفن. ادي كده كمان التوفي اهو، واحنا كده عملنا دي ودي كمان وادي دي. نكمل بقى هنا بقية المكسرات. طبعا عندي ترمس وحمص وفول، هجيب طبق كمان مشكل. دي ارواح هون ده، في كمان ذره، انا بصراحه بحب الذره دي قوي.
اها بسم الله. انا من عشاق الذره، بحب الذره. انا مش هحط الترمس والحمص جنبهم عشان لازم يدخلوا الثلاجه، هحطهم في طاوله عشان دي لو فاتت هقفلها واشيلها عادي. وبعدين بتعسر عليه ليمون وملح وشطه. انتوا صغيرين بعمل لكم كده. لسه صغيرين يا ماما. انت كنت عندك كده كده بصيت كنت لازم اعمل لكم كده. لسه صغيرين. كان عندك يا ماما بتاعتي؟ لا كان عندي حاجات ثانيه. بصوا دي من ايام دي بتقول لها ابويا متوفى في رمضان وعملت لهم الحاجات دي عشان ما زعلتش. عايزه اقول لكم فروته رمضان السنه دي كلها شحاته، الطباق والعلب والاكل وكله. اسمها هدايا. شحاته دي انا شحاتين شحات نص البلد كلها شحاتين. يا احلى من الشحاته. بس كده دي ناس عينين بقى، العين عليها حارس. اخر حاجه بقى شفتها ايه؟ في شوكولاته كوبرتينا. كوبرتينا في الخطوبه، مبروك تبقى الجوازه مطلوبه. ده اعلان مش جايبه اللي فيها بخت. بخت بختك يا بختي. واحد واحد بيشوف بخته. بختكم ونحسوا عارفين. جماعه بنحب الشوكولاته فيها بخت. بس كده. طبعا عندنا بقى حبه شوكولاته من دي في جيب ديت ملهاش مكان نحط منها، بس على مين هاتي بتاع دي كده. شيل منها كام واحده كده. يا بخت اللي ياكل. اهم حاجه ان انا الرص ده كله ما عنديش ترابيزه احط عليها. سيبهم على الرخامه. خليهم على الرخامه، عايز حاجه ناخدها. بس سيبهم على الرخامه كده شكلهم حلو. بس بصوا بقى يا جماعه الحاجه. الله عليك يا سيدي. انا بسم الله ما شاء الله. كده خلاص يا جماعه، ادي دي ضيافه العيد بتاعتنا. ترمس الحمص فول انا عاملاه موريتهم لكم، وادي البسكوت والكحك والبسكوت البوتيفور، وادي بقى المكسرات. ممكن تحطوا لب سوداني، اي حاجه انتوا تحبوها، والبونبون دول الحاجات دي عشان خاطر لو جالكم، مع ان مفيش ضيوف اليوم ده مفيش حاجات، بس دي عاده عند المصريين كل سنه لازم نعملها. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، كل سنه طيبين. وبجد انا بشكر كل حد، طبعا بشكر كل الناس اللي متابعين في القناه عندي، وبشكر كل حد بعت لي حاجه هديه او شحه تانية بمعنى اصح. شكرا لكم كلكم، كل سنه وانتم طيبين، ويا رب سنه سعيده عليكم، والايام اللي جايه تعدي على خير باذن الله. وبجد مبسوطه قوي، مبسوطه باي حد بيهديني بحاجه، ومبسوطه ان هو قضى صدفه جات في حاجه زي كده، سواء ان انا عملت له ريفيو او ان هو بعت لي حاجه عشان اعمل لها ريفيو او كده. وبس هي دي بقى ضيافه العيد بتاعتنا. ممكن تحطوا في علب او في اطباق مقسمه زي ما تحبوا. طبعا ماما عملت الضيافه عندها ولدها. الناس اللي بتقول انتوا بتاخدوا هدايا، عقبال انتوا كمان ما تاخدوا زينا يا رب، ربنا يرزقكم زينا. على فكره بس عايزه اقول لكم معلومه مهمه صغننه كده، اي مطعم بنروح ناكل فيه بندفع حق الاكل، ما بناكلش برشطه، ما بناكلش شحاته، ما بناكلش سفلقه، عشان في واحد حيوان مهزق اسمه عادل كاتب لي تعليق امبارح على الفيسبوك على مطعم، على الفيديو بتاع مطعم البيت اليمني، انتوا قاعدين تلغوا ببلاش اللي هتدفعوه بالسم الهالي، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم. رحت قلت له يا بغلي يا حلوف يا شحلوف، احنا دافعين واكلين بفلوسنا، احنا مش مقاطيع زيك ولا بنبرشط على زيك زي انت بتقعد تبرشط على خلق الله. اي مطعم بنخش نعمل حتى ريفيو فيه فرحانين بندفع حقه. اقسم بالله اقسم بالله، مطعم ابن اليمن دفعنا حق الاكل اللي كلناه، مطعم البرنس، مطعم صبحي كاوري، مطعم بهيه، اي حتى مطعم حضرموت، اي مطعم تك. بندخل فيه اي مطعم بندخل فيه بندخل نطلب اكلنا زي الناس العاديين، وبنحاسب زينا زيهم، وبنصور عادي جدا مفيش اي مشكله. بنصور عشان خاطر في ناس بتبقى حابه انها تخرج وتعرف الاسعار بره شكلها ايه، لكن احنا بنطبخ في بيتنا وبنعمل اكلنا في بيتنا وكل حاجه. و ايه ده؟ اللي هم القرن بتاعكم والنقل بتاعكم مفيش فيه. واحده كتبت لي تعليق من اول امبارح العزومه، قلت له وانت ما بتتهديش، انت ما بتتعبيش من غسيل المواعين والتنظيف، اقسم بالله تاني يوم بصي ايدي عامله ازاي، تاني يوم صباعي مدوحس، وعايزه اقول لكم طول الليل نايمه عامله ايدي كده قدرت اتحرك، وبعمل حاجه بترطيف ايديا كده. شكرا لكم كلكم يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي يبص لحد من غير ما يسمو ويصلي،
عايزه اقول لكم حاجه كمان، واحده صاحبتي ابنها لسه عامل العمليه اول امبارح، عنده ورم حميد في رقبته لسه شايله. الورم ده قالت تتخيلوا ازاي، كانت متخانقه هي وجوزها، راحت حماتها متصله بيها قالت لها ربنا يحرق قلبك على ابنك وابنك يجيله السرطان. اسبح الله ونعم الوكيل. اقسم بالله. الواد تاني يوم لقوا حاجه في رقبته كده مفزفزه كده، كل يوم تاني يوم كل تاني كل يوم عن يوم بقت تكبر تكبر لحد بقى ورم في رقبته، عنده 6 شهور. يعني بجد الوليه دي حسبي الله ونعم الوكيل فيها، ربنا يقعده لها في عينيها عشان تدعي على عيل كده وتقول له لامه ربنا يحرق قلبك عليه، حرام عليها. ليه كده؟ يا جماعه ابواب السبب بتبقى مفتوحه في بعض الاحيان، خلي بالكم من حاجه زي كده. السلام عليكم.